يمكن دي اول حلقه في برنامج 10 الصبح في الاهلي بعد تعيين طبعا موسيماني مديرا فنيا هنا بقى للفريق الاهلي بتاعنا. واعتقد ان احنا لازم في البدايه كده نبارك له ونتمنى كل التوفيق ليه وكمان لفريقنا، واحنا واثقين طبعا في فريقنا باذن الله. كمان المباراه النهارده الساعه 8 مع المقاولون العرب، ان شاء الله كل التوفيق. بس طبعا مش هتبقى يعني نموذج نقدر نحكم طبعا، لان موسيماني لسه يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. لسه ما قالش حتى، هو لسه حتى حي النهارده ان شاء الله. طبعا هيبقى يبدو شخص لطيف على فكره، بعيدا عن تاريخه وبعيدا عن اللي كان عامله مع سان داونز وبعيدا عن امكانياته وامتلاكه الادوات، وكان مدرب ليه اسم وليه ثقل في عالم التدريب. على الصعيد الشخصي والسمات بتاعت الوجه عنده يبدو صح. شخص طيب وعنده كاريزما صح؟ صار اتفق معاك، في ناس من وشها ممكن تحبهم او تثق فيهم او تتفائل بيهم، فاعتقد دي موجوده فعلا في موسيماني، فكل التوفيق ان شاء الله.